متواصلين وياكم مشاهدينا بقية فقراتنا لهذا اليوم. يعد شهر رمضان المبارك فرصة لتهذيب النفس وفرصة لتحسين نظامك الغذائي من حيث تنويع وجبات الطعام وتناولها بتوازن واعتدال، وأيضا يساهم ذلك في تعزيز صحتك ويساعد على تبني عادات صحية تمتد حتى بعد فترة عيد الفطر. إذ موضوع حلقتنا لهذا اليوم النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان المبارك، كل ذلك سنناقشه مع أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة شهد الدراجي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، نورتينا دكتورة، سعيدين جدا يا من عاد عليك بالصحة والسلامة. أهلين وعليك، أهلا وسهلا. أكيد اليوم محور حلقتنا لهذا اليوم راح يكون النظام الغذائي الصحي، وخصوصا في فترة شهر رمضان المبارك. النظام الغذائي الصحي بالمناسبة نعتبر شهر رمضان المبارك هو فرصة ذهبية أنه حتى نحقق وزن مثالي به، أو اللي يريد ينزل وزنه به. حلو، شنو الأسباب اللي نعتبرها فرصة ذهبية؟ أنه هي فترة الصبح اللي ما راح نتريق بيها، أو فترة الغداء، أو فترة العشاء. الفكرة من عنده هو تهذيب للمعدة يكون يعني أنت مثلا واحد أنه متعود يأكل باليوم 3 وجبات. صحيح. أوكي، بعدين فترة رمضان راح يقللها، يصير وجبتين واكل بهم، بعدين شوي شوي حصير وجبه واحده باليوم. اها حلو. وممكن انه بعدين وياها تمام. ايه. اوكي حلو. ايه. زين، يعني سناكات بسيطه اللي هي يكون الفطور وجبات خفيفه يعني بالبدايه، وبعدين بالطبق الاساسي اللي هو الطبق الدسم احنا نقول عليه. اكيد طبعا، حتى المعده ما تتاذى ويصير بها اوجاع. ايه. نعم حلو. زين، من نبتي بالفطور، انت تعرفين دائما عادات العراقيين انه يبدون بالطبق الرئيسي. هو خلينا نتعرف على الطريقه اللي الصحيحه اللي نبتي بها بالفطور. طيب، الطريقه الصحيحه هي كاخصائيين تغذيه احنا دائما نوصي بها انه يبدي بشيء بسيط خفيف، مثلا تمره، يعني حده من 1 إلى 3 هاي ماكسيموم، وغلاس مي من 1 إلى 2. حلو. يوقف وراها. زين. وراها بنص ساعة وعشر دقائق يصلي، خلي نقول ويرجع بالضبط. بعدين يكمل الوجبة مالته، بس تكون الوجبة مقسمة أنه يعني بها تحتوي على كربوهيدرات، على بروتين، على ألياف. طيب، كيف يمكن للصائم التحكم بالجوع؟ التحكم بالجوع، أول شيء السحور مالته يخرج قد ما يقدر. نعم. هاي أول خطوة. 2، السحور مالته يكون يحتوي على بروتينات. نعم. بس هاي بغض النظر عن اللي عندهم مشاكل بالكلى وما شابه ذلك، وبالاضافه انه يحتوي على الياف بكثر من السوائل، بس السوائل على حد احتياجه اليومي يعني. يعني ايش قد ما يحتاج، مو بمعنى يظل يعني لازم البراد ويظل يشرب مي او غيره. تمام. حلو. زين، تعرفين في شهر رمضان المبارك يمكن نفقد الكثير من السوائل، او طريقه الاكل تكون غير صحيحه، فنريد نظام صحي سليم. نظام صحي سليم، طبعا هو الانظمه الغذائيه كل شخص تفرق على وزنه، على عمره، على تفاصيله، فكل واحد هذا ناخذ له بعين الاعتبار التقسيم. لكن بصوره عامه انه قلت لك، ارجع واقول لك انه ياخذ السوائل على حسب احتياجه هو. نعرف انه خلال اليوم من 8 أكواب إلى 10 بالضبط يشرب مي. الرقي بالمناسبه يقدر ياخذه ورا الفطور. اوكي، هذا هم يعتبر يعوض. حل. لكن قبل السحور لا، ما يصير ويا فتره السحور. طيب، هسه تغير عندنا الجو وكنا نعرف ان معظم يصاب بوعكاز صحيه. نريد نظام غذائي معين يحفز مناعه مالتنا. خلينا نقول الاكلات اللي هي تزيد يعني المناعه، الجهاز المناعي. نعم. الجهاز المناعي هو نعرفها الفيتامين سي والزنك والدي 3. مصادرها الدي 3 موجود هو عن طريق الحليب. نعم. نقدر ناخذها، موجود عن طريق اللحوم، عن طريق الكبده وغيرها. الزنك موجود بالمكسرات وباللحوم الحمراء. الفيتامين سي موجود بالحمضيات وبالفلفل الاخضر، طبعا تركيزه كلش اكثر. صح. سامعه اني البرتقاله تعادل ما اعرف كم فلفل الاخضر اكثر. الفلفل الاخضر اكثر. صح. اي اكثر بها تعادل الفيتامين سي. زين، خلينا نتعرف على الفواكه واهميه الغذاء. تعرفين انه البعض يتسحرون ممكن فواكه او اجبان، فريد نتعرف هل هذه الطريقه صحيحه؟ هو يفضل انه الفاكهه هي يعني حسب منظمة الصحة العالمية أنه من 2 إلى 4 حصص خلال اليوم. زين. فنقدر نعتبرها إحنا كسناك ناخذها، يعني قطعة واحدة تاخذ خلال فترة من السحور للفطور، بس يفضل أنه نبلش بها خلال هاي الفترة. حلو. مو بمعنى أنه يسحر بها وهاي هي. زين. لا، يعتبرها كوجبة خفيفة سناك بين الوجبتين. زين. طيب، كيف من الممكن نحافظ على الوزن المثالي لأجسامنا؟
شلون نحافظ على الوزن المثالي؟ هو أول شيء تتبعين نظام صحيح، لازم يكون منخفض الكربوهيدرات وعلى حسب قلنا تفاصيل الجسم لازم كاملة، و لأنه كنا نحلم بجسم مثالي مرشوق بس يعني شنو شلون نحافظ عليه؟ هو قلت لك بس تتبعين انه طريقه لازم صحيحه، وبنفس الوقت انه لازم يكون منخفض الكربوهيدرات. نعم. وتشربين سوائل هواي حتى لا يصير الاحتباس مال السوائل، لان هو اللي ينطي ثبات وزن. حلو، زين تكلمنا عن الطريقه غير الصحيحه للنظام الغذائي او الطريقه الصحيحه للنظام الغذائي، خلينا نتكلم عن الطريقه الغير صحيحه اللي نتناولها بالفطور او السحور، اللي نتجنبها بالسحور العفل. للي نتجنبها الأكلات الغذائية، أي. نتجنبها بالسحور. فأنت ذكرت الرقي. أي الرقي هذا إنه قلنا هو يعتبر من المدررات، لأنه نزلت دراسة عليه هي مجلة بريطانية إنه يعتبر من المدررات. فعندنا فترة الصيام هي 15 ساعة حالياً. فأنت لما نجي إحنا نأخذ فترة السحور راح شي يصير بهاي الفترة مال الصيام؟ راح يصير تعطش بالجسم، بطلع. جفاف. صحيح. لأن كثرة الإدرار العفو. نعم. يفضل انه واحد ياخذه ورا الفطور، حتى هاي الوجبه خلينا نقول فد الساعه بثمانية بالتسعة بالعشرة يقدر يشرب وراها مي ويعوض. أه. ما يصير عنده شوف، يعني فقط فتره بالجسم. السحور فقط فتره السحور فقط فتره السحور انه يترك الرقي بيها. حلو. طيب اهميه الفواكه للصائم والوقت المناسب اللي يتناول بيه الفواكه قبل، يعني قبل سوري قبل السحور او يعني بين الوجبات، قصدي السحور بين الوجبتين افضل يكون كسناك خفيف يعني. زين تعرفين بعض الاشخاص هم اصحاب الامراض المزمنه، فاكيد نظام غذائي صحي يتناولوا. اكيد طبعا، عندك مثلا مرضى الضغط هذا لازم يكون ما بيه صوديوم، منخفض الصوديوم. المرضى السكري ايضا كذلك، يعني كل واحد عنده مشاكل. التغذيه العلاجيه هي الفكره من اتى انه كل مرض إلى علاج نعالجه بالغذاء. حلو. يعني مثلا مرضى الضغط قلنا لازم يكون منخفض الصوديوم، السكري منخفض الكربوهيدرات، اللي عندهم داء النقرس، اللي عندهم مشاكل بالكلى لازم بروتين ودهون وغيرها، الكوليسترول هسه كلش منتشر بهاي الفترة، حتى صحيح. الشباب يصير بيهم بسبب الفاست فود وغيره، فلازم انه واحد ينتبه يقلل الدهنيات خاصة بالليل ما ياكلها، المقليات يشيلها. حلو. تسمن كلها هاي. هاي أكيد طبعاً. زين الأكلات اللي يتجنبها بالسحور حتى ما يعطش، شنو هي الأكلات؟ أول شيء اللي تحتوي على صوديوم مثلاً المخللات عندك. تعطش. تعطش هذا. صحيح. القهوة، الشاي يفضل إن واحد يستبدلها بالشاي الأخضر خلينا نقول. هذا كشيء أفضل إذا واحد يريد إلا يعني شاي، أكو بي متعودين. اللي يشرب شاي. زين والعانون من المرض السكري شنو النظام الغذائي اللي تبعه برمضان؟ النظام هو لازم يكون منخفض الكربوهيدرات، يعني منشر مالتي لازم يكون منخفض. نعم. يعني اكيد هاي نعرفها، الخبز الابيض وغيره هذا ينترك كله. خبز الاسمر. صح. زين حلو. البعض من الصائمين انه دائما يعني دائما يعطشون اكثر من الجوع، والبعض انه يجوعون اكثر، هنا شلون راح يتحكمون بالجوع؟ شلون راح يتحكم بالجوع؟ هو نفس السؤال مال قبل شوي، انه قلنا لازم انه ياخر وجبه السحور. السحور حلو، يعني ياخرها اكثر حتى يقدر يتحكم وياخذ الياف. الالياف كلش يشبع، وبنفس الوقت يعني انه ما تخلي يصير عنده احتباس سوائل وغيرها. حلو. ترطب الجسم بين قوسين. طيب قلتي منشور قبل ما نطلع على الجو على الرقي، انه هو احنا نتعرف عليه الرقي اللي هو يعني عوضنا على السوائل اللي فقدناها. بالضبط. انت قلتي هنا لا، هو راح يخلينا اكثر فتره اللي بس انه بالسحور. غلط قلنا ناخذه بالسحور؟ اي فقط بالسحور. نعم. ليش؟ لانه قلنا يسوي نسبه جفاف بالجسم بهاي الفتره، قلنا 15 ساعه راح نصوم وماكو مي حيدخل وراها، كله حيروح اللي اخذناه، المستوى اللي اخذناه كله حتروح بالادرار، لانه سبب مدرر. هو مدرر. اي صحيح. زين اكو امراض مرتبطه بالتغذيه؟ اكيد طبعا. مثلا عندك الامراض السكر، الضغط، الكوليسترول اللي هي الدهون الثلاثيه، عندك داء النقرس، الكلى، التكيسات المبايض ايضا. يعني هنا شلون راح نعالجه؟ الابتعاد قلنا عن اكو اغذيه انه واحد يبتعد، كل مرض الى حاله انه يعني الى فد شغله نقول خليه يبتعد منها. مثلا عندك تكيسات
المبايض. يعني هي هواي لها مسببات، اكو تداخل دوائي واكو تداخل لا انه غذائي يكون هذا. فاحنا اللي علينا بس انه عن طريق الغذاء. حلو. اوكي. اسئله كثيره بخصوص هذا الموضوع. طيب اريد تعطينا الغذاء الصحي السليم اللي يكون لاصحاب مرض النقرس. اصحاب مرض النقرس تمام، هو لازم اي شيء يحتوي على بروتينات عاليه يكون هذا كلش قليل. صح. لانه يزيد عند وخاصه الفتره الاكثر اللي تزيد عندهم هي فتره الليل. تشتد عندهم الحاله خلينا نقول. زين، تكلمنا عن التغذيه الصحيه في فتره شهر رمضان المبارك، خلينا نتكلم ما بعد شهر رمضان المبارك. شلون راح نقدر نحافظ على جسمنا؟ تعرفين انه التغذيه تعودنا عليها في نظام شهر رمضان المبارك وما بعد شهر رمضان المبارك، اكيد راح يكون اختلال بالوزن او بالنظام الصحي. هو اذا واحد مثلا خلينا نقول هسه اتبع حميه الصيام المتقطع، سامعين بيها اكيد طبعا، اللي هي اضبط شيء 16-8 ساعات. صايمين 16 ساعة و8 ساعات عندنا ناكل بيها، يعني خلينا نقول من 12 الظهر للسبعة العصر لهنا نوقف. هذه اذا استمر عليها هنا الاكل يكون فري عادي لو الابتعاد ايضا عن الدهون. لا يعني خلينا نقول معتدل. زين، مو يحرم نفسه 100% ولا انه كلش بالفعل يروح يعني زايد، بس وانما معتدل خلينا نقول. وبالاضافه يعني هيك راح يحافظ على وزنه اذا يريد يبقى، اذا مثلا وصل نتيجه خلينا نقول خلال هذا الشهر نزل وزنه عن طريق الصيام المتقطع راح يوصل اكثر بعد، حيحافظ عليه. طيب اللي قبل رمضان كانوا متبعين حميه غذائيه اللي هو الرجيم، وبعد ما اجى رمضان هنا كيف يتعامل ويا الرجيم مالته؟ شلون يتعامل ويا الرجيم؟ أي. تمام، هو هسه احنا عندنا طبعا مشتركين، تصير انه كانوا متعودين اكو بيهم 3 وجبات او وجبتين باليوم، تبقى هي نفس ما هي بس لكن تتحدد، لان ارجع واقول لك انه النظام هو يكون محسوب السعرات الحراريه. يعني على حسب احتياجك اليومي انت خلال اليوم ايش قد تاكلين وجبتين، هل قد يعني لازم تاكلين بيها كلها بالغرامات. بالضبط. فهو هذا يعتبر من انجح الانظمه الغذائيه. زين، حلو. يعني في فتره شهر رمضان المبارك انه الشخص دائما يفقد وزنه او بالعكس انه بعض الاشخاص يزيدون على حسب الوزن. طبيعه النظام الغذائي مالته اللي هو متبع، يعني اذا هو ماشي صحيح ما راح يصير عنده يعني صعود بالوزن، اما اذا لا والله يعني ياكل هاي الاكلات اللي هي الفاست فود والمقليات وغيرها اكيد حيصير، او ياكل وينام اكو بيهم فتره النوم هم يزيد اسمه. صح، فهي هم مباشره هم السبب سمنه. طيب اريد من عندك نصيحه قبل نختم اسئلتنا لهذا اليوم، اريد من عندك نصيحه المشاهدين اللي هو شنو الاكلات اللي لازم يتجنبوها اثناء الفطور او السحور اللي ما تزيد الوزن. الاكلات هي لازم انه اول شيء نرجع ونقول انه يبدون فد شيء كلش خفيف. اوكي، ويتجنبون المقليات، الفاست فود، يعني الوجبات الدسمه بين قوسين خلينا نقول. حلو، شكرا لك، كلش سعيدين انضمامك حلقتنا لهذا اليوم. نورتينا. شكرا لك، نورتينا اكيد. الى مشاهدينا الكرام، مستمرين فقرات حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نتعرف على امسيه رمضانيه لرجال الدين وشيوخ العشائر العراقيه لإعادة النازحين إلى هناك.